وفي الحوار التونسي، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ عبد الناصر العويني، الناشط السياسي والحقوقي المعروف. مرحبا بك عبد الناصر، أهلا وسهلا. عودة ميمونة يا سيدي للحوار التونسي. كنت معناها صديق القناة أيام الجمر، كنت من القلائل اللي يقبلوا باش يجيوا للحوار التونسي وقت اللي كان مفروض عليها حصار أمني. اليوم بعد الثورة هذه أول مصافحة معاك هنا في الاستوديو. أنا على ذمة قناة الحوار، عايشك الناس، مرحبا بك شرف سيدي. لي أن يكون في القناة هذه. طبعا وأنا هذه القناة هذه كان عندها فضل كبير في التعريف بالقضايا التونسيين وقت أيامات الشدة معناها. به هو عن مدخل معناها أيامات الشدة. عبد الناصر العويني كان من المحامين اللي يترافعوا في القضايا المتعلقة بالحريات، محاكمات النقابيين. والبارح شفناك حاضر مع مجموعة المحامين اللي ترافعوا على نقابي صفاقس، يعني قضية مستشفى الهادي شاكر. البارح بعد معناها أخذ ورد بعد مداولات، جانا هبط القرار معناها متاع المحكمة الابتدائية بمعناها إعادة تكييف هكا، وتخليت معناها خليت النيابة العمومية. تخليت على القضية للنيابة العمومية. أعطينا أكثر تفاصيل، شنو صار البارح في المحاكمة، وكيفاش قراءتك معناها قانونيا وحقوقيا من الخبرة اللي عندك على هالخطوة هذه اللي أقمت عليها المحكمة البارح؟ لا، هو الأمر يتعلق أساسا بوضعية القضاء في تونس. يعني التسويف اللي تبعته الحكومة الحالية في تمكين القضاء من سياديته، من استقلاليته على سلطة سياسية. الهدف متاعه هو محاولة استغلال النظام القضائي والمنظومة القضائية القديمة أكثر ما يمكن من الوقت، من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومن أجل استعمال القضاء. هذا سكورابيل لانسترومونتاليزاسيون دي جوريديكسيون، السياسة الاستعمالية للقضاء، من أجل استعمال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية ولتصفية حسابات سياسية. اللي صار البارح هو حلقة من حلقات المواجهة ما بين الحكومة الحالية، ولا على الأقل ما بين حركة النهضة أساسا، وما بين قوة اجتماعية عندها حضورها في البلاد اللي هي الاتحاد العام التونسي للشغل. حركة النهضة ماهيش التو ما عندهاش استعداد وما عندهاش قابلية لهضم أنه الاتحاد عن توصيل الشغل هو عامل رئيسي ومحدد في بناء الدولة التونسية بكل ما نجم يكون عندنا من احترازات على الدولة هذه، أم على الأقل في صيغتها الحالية، ولا يمكن أن يكون إلا شريك وعامل أيضا محدد ورئيسي في إعادة صياغة النظام السياسي في إطار الدولة التونسية. دونك لانه فعليا ثم مساله تاريخيه، انه الحركه هذه كانت غايبه تاريخيا على الاحداث المهمه في تاريخ تونس المعاصر، على الاقل منذ نهايه القرن 19 وبدايه القرن 20، وظهور الحراك الوطني وظهور المساله الوطنيه ومساله الاستقلال وغيره وغيره وغيره، وحتى في ادبياتهم وفي فكرهم وفي تناولهم للمساله الوطنيه ما ثماش معناها تجذر في المساله هذه. دونك ما عندهمش المام بانه الحركه النقابيه في تونس هي حركه معناها قويه وحركه متجذره في تاريخ تونس، ولعبت دور كبير في مقاومه الاستعمار الفرنسي وفي مقاومه الدكتاتوريه، في مقاومه الاستغلال، في مقاومه المنظومه الرأسماليه والبرجوازيه اللي تشكلت فيما بعد 56 لفائده قوى الشعب العامل ولفائده الخدامه والموظفين وغيره. هذه الخلفيات معناها هذه الاساس، هذه الاطار قضيه الحال كما نقول. القضيه هذه فما مجموعه من النقابيين رفضوا يعني تنصيب مدير على المستشفى المستشفى الجامعي الهادي شاكر، يعني يقولوا انه معناها كان معادي للعمل النقابي وقريب التجمع ولا قريب من معناها من السلطه الجديده من النهضه كريمه قريب من النهضه، فمعناها باش تستعملوا باش يكون معناها الاداره في يد الحزب الحاكم كما كانت قبل، ورفضوا معناها حتى وقت اللي جات القوى العامه باش يعني تفرض تطبيق القانون. صارت يعني الاشتباكات وصار عنف، خلف معناها هالايقافات هذوما نتاع النقابيين، وصار اقتحام صار اقتحام من طرف الامن ومن طرف الميليشيا
بقيادة معناها عنصر قيادي في حركة النهضة في الجهة اسمه عارف المعالج اللي في الاتحاد زي أي موجود في الاتحاد هو نقابي ضد العمل النقابي ضد روح العمل النقابي المشكلة 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 أنه الحكومة الحالية وحركة النهضة عندها قصور في فهم مسألة المرفق العام مش مستوعبة أنه رأي المستشفيات والمرفق عام الصحة هو مرفق عام عمومي يقدم خدمات للناس كل على قدم مساواة ويجب أن يسير في قطيعة مع المنهج القديم اللي هو اللي كان أنا محكوم من طرف تجمع الدستوري الديمقراطي يجب أن تصير قطيعة مع المنهج القديم في ما يتعلق بحيادية أو مبدأ حياد المرفق العام واستقلاليته وفيما يتعلق بتصور جديد لكيفية تسيير المرفق العام راهو المرفق العام توا في الدول المتقدمة والمتطورة ما عادش يسير بمنطق مركزي يعني منطق المدير ولا رئيس المرفق هو صاحب القرار الأول والنهائي وهو اللي يحكم معناها فهمتني ولا كيفاش شكون يعين شكون ما يتعينش شكون كيفاش تقدم الخدمة وأخيرا إلى آخره اليوم ثم سكون أبيل في إطار الديمقراطية التشاركية الديمقراطية بارتيسيباتيف ثم تصور جديد وأنه تشريك الإطار العام الموظفين والفرملية والطب وتشريكهم في التسيير يعني تحويل عملية التسيير من عملية تسيير بيروقراطية إدارية مركزية إلى عملية تسيير جماعية تشارك فيها الكور كل يعني كل المكونات والتشكيلات المساهمة في تسيير ذلك المرفق دونك يعني العقلية الكلاسيكية القديمة واللي هي ما تنجمش تتماشى مع روح الثورة هذه لأن هذه ثورة تجديد ثورة قطيعة مع الماضي العقلية القديمة اللي تحكم معناها النهضة في تسيير الدولة بكل مرافقها وبكل معناها مؤسساتها تصوروا أنها ما زالت معناها قابلة للتنفيذ ولا قابلة لأنها تنطبق على المجتمع التونسي ما نجموش نسير ما عادش نجمو نسيروا بالمنطق البيروقراطي القديم حيث أنه المركزية الإدارية البيروقراطية محكومة بخلفيه ومرجعيه حزبيه. طيب ناصر خلينا ندخلوا في معناها نرجعوا للمحاكمه البارح حاب نعرف شنو صار البارح وكيفاش تقرا انت هل اعاده تكييف هذه اللي عملته المحكمه؟ لا المحكمه هو انا نسميها هذه تو نحن في مرحله القضاء المنصاع. رجعنا معناها لا قبل كنا في مرحله القضاء المحجوز ولا القضاء المرتهن بالاراده السياسيه. اليوم نحن ما عندناش قضاء مستقل عندنا قضاة مستقلين ما عندناش قضاء مستقل ما عندناش منظومة قضائية مستقلة القضاء اليوم مازال قابل للتعليمات وحتى كي يبدأ ما ثماش تعليمات القضاء حساس من القضايا السياسية اللي تبدأ فيها مواجهة مع السلطة السياسية مواجهة مباشرة يعمل خدمات معناها وميزانية اي لأنه اليوم معناها مازال القاضي ينقل بغير إرادته يتحول من بقعة من بقعة ويرقى ويحرم الترقية من غير إرادته وينجم يطيحوه يطيروه بدون إرادته خارج نطاق المقاييس الدولية للقضاء العاجل باهي القراءة نتاعك هذه شنو اللي خلاها تنطبق على المحاكمة نتاع البارح هو ثم زوج احتمالات البارح فهمتني حاجتين لأنه الملف معناها خاوي وفي خرقات إجرائية كالعادة ملف مخدوم معناها بطريقة بوليسية معناها كما شفناها في القضايا متاع الحوض المنجمي وغيره من القضايا المتعلقة بالنقابيين المتعلقة بالحريات الملف معناها إجرائيا وهي باعتبار أنه يعني هذا حكم استعجالي بفك الاعتصام بإبعاد الناس المعتصمة في بهو الإدارة عن مكان الاعتصام الحكم هذا مش ينفذ فيه مدير سبيطار يعني هو مشي أخذ أمر بالقوة العامة من طرف وكيل الجمهورية في محكمة ابتدائية صفاقس 2 فالقانون لا يمكن للأشخاص المتحصنين المتمتعين بحكم لصالحهم أنهم ينفذوا ثم عدل منفذ عدل التنفيذ هو المسؤول قانونيا هو المسؤول على التنفيذ وهو المخول بشكل حصري بتنفيذ الأحكام في القضية هذه مثل مش عدل منفذ السيد المدير هذا اللي هو طرف النزاع مكن وكيل الجمهورية في محكمة صفاقس 2 من أمر بالقوة العامة وهز هو القوة العامة طبعا مع قوة خاصة اللي هي ميليشيا تحركة النهضة في صفاقس هزهم وحبوا ينفذوا الحكم هذا بالقوة يعني العملية كانت عملية سطو عملية مداهمة ل معناها إدارة عمومية ولمؤسسة عمومية موجودين فيها ناسها أصحابها اللي هم الفرملية والخدامة والموظفين ومتاع السبيطار اللي هم غير أجانب وغير غرباء على المكان هذا جاءوا ناس غرباء كائنا ما كانت صفتهم ما عندهمش
تخويل قانوني سليم معناها هو مطابق للقانون باش يدخلوا المكان هذاك وباش ينفذ. طيب فهمتني؟ دونك لهنا ايش صار؟ صارت عمليه مداهمه وتحولوا الناس الموجودين في اطار الاعتصام، والاعتصام معناها حركه احتجاجيه مشروعه ثوريا وقانونيا ما ثم ما يمنحها، تحولوا الى حل دفاع النفس لانهم هذوما جاوا باش يستأصلوهم من المكان اللي هم موجودين فيه بمنطقه انهم يعطلوا في المرفق العام، وهذا مش صحيح لان الاعتصام هذا من ابريل والسبيطار ولا من فيفري، من فيفري والسبيطار موجود ويخدم ويقدم في خدماته والناس تخدم وتعتصم ومن طول. لم يتعطل معنى هذا المرفق العام. كل ما في الامر انه ثم معناها تعنت، ثم معناها منطقه فرض الامر الواقع، انا صاحب السلطه وانا مش نفرض وانا نسمي وانت ما عندكش الصلاحيه، هذا كما سبق وبينت معناها منطقه غلط ومنطقه معناها مهترء ومتاكل ماشي نجم يتعدى. باهي، هل انه معناها هذا منطق نفس المنطق اللي حكيت عليه انه صاحب السلطه هو اللي يفرض رايه، هل انه الحكم اللي صدر البارح نجم نقراوه في الاتجاه هذا تاع انه المحكمه الابتدائيه تتخلى معناها على القضيه؟ هو انا قلت لك ثم زوج احتمالات، يا القاضي معناها ولا الهيئه القضائيه كثر عليها الضغط من طرف وزاره العدل وبالتالي من طرف حركه النهضه للحكم بالادانه، فقررت انها تلقي هذا الملف من يده، فهمتني؟ معناها رفضت ان تتورط في حكم قضائي نجم يدين، وبالتالي ما تلقاش روحها زاد محجوجه من طرف السلطه العليا ولا سلطه الاشراف اللي هي وزاره العدل. ها؟ يا اما هذا قرار مباشر في اطار معناها سياسه لي الذراع مع الاتحاد عام توصيل الشغل، هذه تعليمات مباشره من طرف وزاره العدل. طيب. بالتصعيد. باهي، معناها كي تتحول القضيه من مجرد جنحه الى جنايه تو باش تولي جنايه. تولت جنايه. معناها كيفاش معناها الاحكام؟ اعطينا فكره معناها هي بالنسبه للجنح الاحكام اقصى الاحكام هو 5 سنوات سجن. بالنسبه للجنايات ادنى الاحكام هو 5 سنوات سجن، يعني من 5 سنوات فما فوق. طيب باش تعاود يعني كل الابحاث والتحقيقات؟ تعاود الابحاث، هي مش تحل الملف على التحقيق، على قضيه التحقيق، ومش تاخذ مجرى اخر. العمليه هذه. طيب يعني المشكلة انه في هذه قضية ماهيش قضية، ما يعني الناس اللي تم اعتقالهم والموقوفين وهذه مسألة حساسة، وهذا ما يدعم ويعزز منطق التصعيد من طرف سلطة الاشراف انهم ناس موقوفة واصحاب عائلات موظفين، هذو مش مجرمين ما ارتكبوش جريمة في حق المجتمع، هذه جاية في اطار خاص جدا وضيق جدا. اكوردو عملية ولا يعني ابقائهم في الوضع اللي كانوا عليه وقت يتقدموا للمحكمه وهو وضع الايقاف، هذا ما نجم كان يعزز التوجه ولا الرؤيه ولا التقييم يقول انه ثم تصعيد. طيب التصعيد هذا جاء في وقت يعني الاعين ولا المراقبين السياسيين يعني البارح ناس مركزه على المحاكمه اللي في صفاقس، ويعني ما زلنا نعيشوا على اللي اعتبروها ضربه قويه لتركيا استقاله وزير الماليه حسين الدماسي، ونعرفوا الجدل رجع معناها الى السطح حول تعويضات اللي باش تسند للمساجين السياسيين وارقام خياليه معناها تحدث عليها وزير الماليه المستقيل، وهناك كما نعرفوا تكذيب غير مباشر من الناطق الرسمي للحكومه، تقليل من يعني هذا الرقم اللي تقدم. كيفاش تقرا ناصر يعني المطالبه بالتعويض للمساجين السياسيين؟ نعرفوا من الناس ضد معناها كريمه التعويض، يقول لك هذايا معناها النضال باش يولي بالفلوس، ولكن كذلك نعرفوا اللي المساجين هذوما تعذبوا، عدوا سنوات في السجن وبرشا عائلاتهم يعني عانت الويلات معناها تحت نظام بن علي. كيفاش تنجم تقرا العمليه هذايا نتاع تعويض المساجين السياسيين؟ خليو انا نفضل استعمال كلمه جبر الضرر. طيب. تعويض باش ما نخرجوش، خاطر ثم زوج سياقات، ثم السياق اللي ماشيه فيه الحكومه بمنطق التعويض، ثم السياق العادي المنطقي والقانوني والمتفق عليه دوليا وهو جبر الضرر. اولا يعني متفق عليه دوليا انه من حق كل من تضرر من محاكمه جائره ومن تعسف السلطه في اطار منظومه ديكتاتوريه معناها لا تحترم حقوق الانسان ولا تحترم الحريات، له الحق في جبر الضرر بتاعه. واضح؟
يعني كل من تضرر، هذه مسألة غير قابلة للمزايدة السياسية. أنا في اعتقادي أنه الناس اللي ضرت مهما كان انتمائهم ومهما كان لونهم السياسي، الناس اللي ضرت من تعسف السلطة مش من نضال، من تعسف السلطة السياسية حقهم في جبر ذلك الضرر، وهناك اوبليغاسيون يعني هناك التزام موضوعي محمول على كاهل الدولة بجبر الأضرار التي لحقت بهم. واضح؟ تو نجيو لحكاية جبر الأضرار، ما معنى جبر الأضرار؟ ولا التصورات العامة معنى غير مفصلة في جبر الأضرار مع تدعيم بأمثلة. اثنين، ثم تصور المشي فيه الحكومة الحالية واللي هو تصور استفزازي ومعناها مهوش في وقته ويعكس تلهف الناس الحاكمة اليوم لتحقيق معناها أرباح من وضعهم في الحكم ولا من وجودهم في الحكم، اللي هو ما يسمى بالتعويض. إذا كنت تحدث عن التعويض فإننا نتحدث بالضرورة على ضرر، بالمنطق المحاسباتي للكلمة، كي مش التعوض على ضرر يجب أن يكون ذلك الضرر مقدرا. إيش معناها مقدر؟ يعني قابل التقدير. هذه قانونية، مسألة قانونية، يعني يجب أن يكون الضرر قابل التقدير، ما نجمش يكون باش نجم تعوضه. اي معناها سنوات السجن تولي معناها كل لا سي لاربيترير، هذه مساله اعتباطيه. معناها سنوات السجن لا سي باسا، معناها هم ينظروا الى الاضرار هذه وكان اضرار حادث مرور. ما نجم، هذه اضرار، هذه اضرار غير قادره قابله للتعويض. شنو واحد يتحكم بعشر سنين بكم مش تعوضها له؟ كي تعطيه مليار شوي باه تبخسوا حق على الاقل، معناها حاجه رمزيه معناها. لا ما هذاك مش نمشيو تو نرجعوا لهذيك القراءه الموضوعيه القانونيه الحقوقيه للمساله. انا تو في القراءه التجاريه، قراءه التربح السياسي، باه قراءه ان واحد يستعمل في السلطه لحل مشاكله الخاصه، في حين انه لا يعني هالميزانيه هذه ولا فيكتاسيون دان بيجي باري مش تخلق مشاكل اخرى، لان وين لا ولي لارجون الا دي بروبليم، وين ثم الفلوس وين ثم المشاكل وما تنجمش ترضي حد. هذاك الحديث على انه فما صناديق باش يحطوا صناديق يعني تمويل هالتعويضات هذه مش كلها باش تجي من الميزانيه، وانه الدوله باش معناها توفر قسط من ما عنده حتى معنى هذا. اذا كان التصور ماهوش مبني على 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 نظره انسانيه وعلى مرجعيه انسانيه يومانيتير للاضرار اللي تعرضوا لها العباد، فانه ما عنده حتى معنى. يعني تعطي 100 مليار وتعطي 10 مليار كيف كيف، مشكله مش في الفلوس، لانه هذه مساله تنجم تتعمل بعد 10 سنين بعد 5 بعد 4 بعد عامين وقت نقدروا طال القوله صيغه سي با لا بروبليم. المشكله في انه الحكومه الحاليه تنظر الى هذا بمنطق حوادث المرور، ما تنجمش تعوضه الانسان هذا. هذا ضرر غير مقدر وغير قابل للتقدير، ما تنجمش يعني الضرر هذا يتفق. معناها انت توقفوا عام 90 تسيبوا عام 2006، ها معناها راهو اذا كان ثم ضرر مقدر معناها تضرب ديما فو 100 لين توصل للمليار، من الدينار توصل للمليار على النهار ينجم يكون باهي. ثم انت كيفاش مش تقدر، كيفاش تنجم تقدر ماليا، كيفاش تنجم تعوض بشر على فقدانه لحريته، فقدانه لسعادته، فقدانه لوجوده مع عائلته، فقدانه لوجوده مع صغاره انه ما ربش صغاره. معنى المساله هذه اذا كان ننظر لها من منطق تربح تجاري تربح مالي، فانه اولا فيها إهانة للناس اللي تعرضت، باعتبار أنا نفترض جدلا أن الناس هذيك وقت اللي انخرطت في مقاومة لمشروع معين من وجهة النظر متاعها ومن زاويتها هي الخاصة نجم نتناقضوا معها ونختلفوا معها بتامبارت مش مهم. أما الناس هذيك وقت ما كانش تهدف أنها مش تحط نضالاتها فهمتني ولا في ميزان التعيير، أي في ميزان التقييم أو في ميزان تقدير القيمة متاع النضال. دونك أنت معناها هي إهانة للنضالات متاع الناس ولتضحية الناس، والتضحية هي التضحية عمرها التضحية ما يكون عندها ثمن، اللي يضحي يتضحي باهي. واضح النقطة هذي عبد الناصر بشوية. خلينا في النقطة هذي، فما اليوم كذلك برشا معناها استغراب من الناس اللي تحب التعويضات، تقول لك المشكلة معناها بالاساس لا هي معناها انسانيه ولا اخلاقيه ولا هي تحكير نتاع النضال بشوالي بالفلوس، وانما المشكله كل خاطر اغلبيه المساجين السياسيين هم من حركه النهضه. معناها كان جاوا المساجين هذوما ما نعرفش انا من البوكت ولا من الوتد، راهو ما صارتش هالبوليميك هذه الكبيره الكل، وراهو ولا التعويض استحقاق معناها يلزمهم ياخذوا فلوس. كيفاش تجاوب؟ هو جبر ضر استحقاق مش تعويض.
جبر لا لا تعويض، تعويض مادي معنا. لا لا ما انا ما انا ما نحبش نستعملش الحكايه هذه، لاني انا من منظوري كحقوقي لا لا افضل ولا بيه. اخير ولا احبذ احتراما للناس لتضحيه الناس، هو حق، هذه مساله غير قابلة للنقاش. جبر ضرر الناس حق، بقينا كيفاش ننظروا له؟ هاو نجموا ننظروا له ترى، هاو نجموا الناس هذه، لانه انت انا كي معناه شهيد تعمل له شارع باسمه ولا تحط له نصب تذكاري بتاع شهداء في القصرين ولا في تالا، افضل الف مره من انك تعوض عائلته، لانه ما لا حد شايل الفلوس بحث الروح الانسانيه. ماهي انت انا كي تعطيني شهاده ولا وسام، افضل الف مره في تقدير معناها جبر الضرر، انت تجبرني ضرر معنوي، لاني انا حياتي هذيك لا تقدر بثمن. دونك المساله ماهيش في النهضه ولا البوكت ولا يسار ولا يمين ولا قوميين ولا اللي هو، المساله مش غادي، المساله كيفاش نعملوا فلسفه عامه لتقدير جبر ولا لكيف تقدير كيفيه جبر ضرر الناس اللي 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 عانوا من الدكتاتوريه مهما كان لونهم السياسي وايا كانت الحقبه السياسيه. باهي، لان نحن يعني نجم في المد... ثم جانب مادي، ثم جانب مالي موجود صحيح، لان ثم ناس تحرمت، ثم ناس ما عاشتش، ثم ناس تمنعت من العمل، ثم ناس تمنعت من الحياه من حقها في الحياه، وهذا ما يلزمناش ننظروا شكون هو وين منتمي، هذا ما عندناش الحق باش نحكي. طيب خلينا نجيو نقول لك اليوم البلاد تمر بمعناها ضائقه شويه اقتصاديه، وانه طرح الموضوع هذا حب يتعدى معناها في سكريتو كما نقولوا، لولا انه حسين ديماسي جاء فضح معناها وفجر قنبله سياسيه. مش هكاك هو المشكله، انه حركه النهضه تحب تحل المشاكل الداخليه بهذا الملف. ثم ضغط معناها من القواعد، ثم ضغط، ثم ناس ضحات وما استفادتش، وشوفوا في ناس ضحات اقل منهم استفادوا بارشا اكثر من لازم داخل الحركه في حد ذاتها. باهي، ثم عباد عانات وما خذت حد شيء لتو الى اللحظه هذه، باهي لم يجبر ضرره ولم يلتفت اليه. باهي، ثم عباد عاشت في الرفاه وتمكنت من الافلات من المعاناه، عانت معاناه جزئيه نتاع التغريب ونتاع التشريد ونتاع اللي هي كيف كيف زادت نجم ما تقدرش، ما نجمش تقدر الحكايه هذه، الا انها اليوم موجوده في مناصب ومتحصل على امتيازات، ومعناها تحقق في 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 امتيازات على حساب الناس اللي ضحات وعانات. داكوردو، دونك المشكله انا نتصور ان استعمال الملف هذا في اطار حل ازمه داخليه ولا حل مشاكل داخليه، حتى كان ما ثمش ازمه، ها محاوله ارضاء الناس بماء الدول بمال الدوله بالمال العام، حل مشاكلك انت الداخليه كحزب بالمال العام هو اللي خلق التوتر، وهو اللي يعطي اللي وصلنا حتى في المزايدات معناها اللفظيه، وفي ومعناها نجم الناس تتهمهم بالسرقه ولا تتهمهم بالسطو على المال العام ولا لهذا من المفروض ان نحن نترفعوا ك ك كحكام كاصحاب سلطه، نترفعوا على طلب المنافع. وبالعكس معناها من المفروض انه لو كان ثم بالحق روح غيريه حقيقيه، وثم ما ثماش الخلفيه هذه الحزبيه في الملف هذايا، حركه النهضه تسبق الناس الاخرين، تسبق ساعة شهداء الثوره، تسبق جرحى الثوره المباشرين، يعني الضرر الحيني الاني اللي وقع في ديسمبر وفي وبعد ديسمبر حتى لتو، هم اللي يكون عندهم التسبقه والاولويه، الناس الاخرى تستنى. طيب مش مشكله معناها. باهي عبد الناصر، توا معناها قلنا اللي هذا معناها حركه النهضه تحب معناها تحل المشاكل الداخليه على حساب معناها ميزانيه الدوله، ما حتى توا مش كان حركه النهضه، توا فما هذا باش قلنا باش نحكيو على الترويكا، توا سي مصطفى معناها بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي معناها قال انه الدوله هذه معناها واجبها انها باش تجبر الضرر او تعوض، اختار انت المصطلح اللي يعجبك حطه، باش تعوض المساجين السياسيين، يعني هذا مش من حركه النهضه، وهنا نتحدثوا على ترويكا ماشيه في الاتجاه هذا. في مقابل الترويكا شفنا انه هناك عائلات سياسية المتقاربة معناها ايديولوجيا وفكريا قاعدة تتجمع حول نواتات او حول مشاريع جبهات سياسية او احزاب موسعة لخلق ميزان قوى سياسي باش الترويكا ما عادش معناها تولي ترتع وحدها في الساحة السياسية ولتعديل الكفة السياسية. خلنا نبدأ ساعة كيفاش تحكم على الترويكا، هل مازلنا اليوم في تونس نحكيه على الترويكا بمعنى انها ثلاثي متناغم متماسك
معناها يقود في بعضه بثلاث رؤوس، معناها مش فما اختلال فيه، خاصة كما قلنا بعد مثلا تصويت نواب من مؤتمر ضد اقتراح معناها من الترويكا، بعد الانشقاقات اللي صارت في الزوز للشركاء نتاع النهضة المؤتمر والتكتل على خلفية معناها ما سماوه هما بيدهم انه فما نزعة نتاع هيمنة ونتاع فرض منطق الواقع من حركة النهضة. مازلنا نجمو نحكيو على الترويكا والا بدات الامور تختل شوية؟ معناها والله هو استعمل الترويكا معناها مسألة ما تربطتش بتحالف حزبي، هو تربط بعقد سياسي، ان كونتراكتاسيون بوليتيك، ان كونفنسيون بوليتيك ما بعد انتخابات لاقتسام المناصب. يعني انا لا اعتقد ان فما تركيا اصلا، سواء معناها قبل الانشقاقات اللي تمت داخل الحزبين، يعني مؤتمر من الجمهورية والتكتل ولا بعد، ما ثماش تركيا. وقت نحكيو على تركيا نحكيو على برنامج سياسي تلتقي في إطار ولا تتجمع في إطار قوى سياسية ولا ثلاثة قوى سياسية، ما هذه ما ثماش. يعني نحن اليوم تسيير شؤون البلاد يتم باللجوء رجوع اليوم ويوم، كل نهار وقسمه، كل نهار وقسمه، ما ثماش سياسة، ما ثماش استراتيجية سياسية، ثماش يعني. وهذا ادى الى استقاله وزير من سي محمد عبو من مؤتمر الجمهوريه، يؤكد انه ما ثماش سي محمد عبو يقول انا ما لم امكن من اللوجيستيك ولا من سلطه القرار باش ننفذ برنامجي، ما ثماش برنامج هو اصلا تاع ثلاثه تاع تحالف ثلاثي حزبي. سي ديماسي وقت يقول انا يعينوا معناها يعينوا محافظ بنك مركزي ونحيه محافظ اخر بدون انه يسمع اصلا، مش يستشيروه، ما في بالوش، فهمتني؟ فانه ما ثماش ترك عليه، هذوما زوز وزراء كل واحد من جاي من دونك اللي ثم هو ثم عمليه اقتسام لغنيمه سياسيه بعد الانتخابات، ها، بين ثلاثه احزاب. والاقتسام هذا والعقليه هذه انعكست على الاداء العام نتاع السلطة السياسية في البلاد، انعكست على السير العام نتاع مؤسسات العمومية للدولة، انعكست على الحالة العامة في البلاد، ورجعتنا إلى نقطة واحد ولا اثنين ما بعد الصفر في يعني الحراك الاجتماعي والتدافع الاجتماعي الموجود داخل البلاد، ها، ورجعتنا الى ما قبل 14 جانفي، الى وجود الهيمنه الحزبيه على مؤسسات الدوله بمنطق وضع اليد، معناها في اختلاف نوعي على الهيمنه الحزبيه بتاع التجمع الدستوري الديمقراطي في وقت بن علي وفي وقت بورقيبه، لان وقت هيمنه حزبيه ببرنامج وبرؤيه نختلفوا معاه ونتناقضوا معاه ونعتبروا ان الرؤيه هذيك رؤيه معناها غير شعبيه وغير ديمقراطيه، اما كان ثم برنامج وكان ثم استراتيجي. اليوم هل الثلاثي الحاكم ما يسمى بالترويكا معناها وضع يده على السلطه بدون برنامج وبدون رؤيه، بل بالعكس معناها ممعن في مواصله البرنامج اللي ادى بشكل مباشر الى اندلاع الثوره في البلاد. طيب باهي، في مقابل الترويكا ناصر، تو واش عندنا؟ عندنا معناها خلينا نحكيو معناها اش فما في الارض، فما شفنا نداء تونس طرح نداء ثم ولا حزب، واسمعنا اللي تقاربات معناها البي دي بي سابقا الحزب الجمهوري ولا التجديد سابقا طاول المسار ماشيين في الاخر باش معناها باش يجيو معناها في جبهه ولا في حزب كبير مع الباجي قائد السبسي، هذا اللي قاعد نسمعوا فيه في الاصداء. من جهه اخرى فما معناها الاصدقاء معناها ثوريين راديكاليين من حزب العمال من الوتد من على شويه قوميين شويه بعث معناها باش يعملوا الجبهه الشعبيه ولا بداوا في الجبهه الشعبيه 14 جانفي وباش يوسعوها. هل تعتبر انه هل الزوز معناها تحالفات هذيا قادره انها باش تغير موازين القوى ولا باش تخرق معناها تخلق ميزان قوى سياسي جديد وواقع سياسي جديد في تونس؟ لا اعتقد انه هي لن تخلق حتى شيء، لانه هذه قوى سياسيه تتشكل من اجل التشكل. راهي قوه الحزب ولا قوه التنظيم السياسي مش في تنوع ناسه ولا في كثرة العباد الموجودة فيه ولا في توسع، قوته في برنامجه وفي رؤيته وفي استعداده للقيادة، استعداده للمسك بالسلطة. ماهي بالنسبة لحركة نداء تونس ولا حزب نداء تونس، حزب تونس يعني. حزب نداء تونس عنده نقطة ثانية، يعني عنده استعداد
للإمساك بالسلطة، مش استعداد معناها معلن، وهذا مثلا يحترم فيه. يعني هذه جرأة، هذه الجرأة التاريخية المطلوبة. بقي أنه قوة غير ثورية، هو قوة موجودة في مواجهة مع وجود حركة النهضة في الحكم. معناها هو معناها اللي ديترميني، ولا هو معناها يمكن تعريفه بنقيض طيب السياسي المباشر، ما عندوش رؤية ثورية للبلاد، ما عندوش رؤية لكيفية استنهاض قوى الحية المجتمع من أجل إعادة بناء الدولة وتركيز معناها نظام سياسي ديمقراطي شعبي حقيقي يستجيب لطموحات شعبنا في الحياة الكريمة وفي تحقيق السيادة الشعبية الحقيقية، السيادة الشعبية الوطنية الحقيقية. ما عندوش الرأي دي. سي هو الخلفية ولا القاعدة السياسية ولا المرجعية السياسية لهذا الحزب هو سي لا جيستيون دو موفي، هو التصرف في الأسوأ. معناها أنا راني هنشم هاو الأسوأ موجود، وللأسف الشديد معناها التحالف الحاكم اليوم حطنا في الأسوأ ومشي بينا من سيء إلى أسوأ. ليس هناك تحسن بكل ثمانه، معناها في كل المستويات معناها ثم كل أسوأ. دونك الحركه هذه تعيش ولا تنتفع من وجود الأسوأ. معناها انا ارى بالمنطق، منطق غير ثوري، بالمنطق يعني غير الثوري، انا راني مش خرجكم من الأسوأ. لن مش هعطيك الامثل ولا الافضل ولا واقع ثوري جديد ولا تصور ولا اون ايماجيناسيون بوليتيك ريفولوشنير، لانه المشكله الازمه اليوم في البلاد هي اون كريز ديماجيناسيون. نابليون بونابارت يقول سي ليماجيناسيون كي غوفرن لو موند. باهي هذا من جهه، اما خلينا نكمل. اما عنده حضور، عنده حضور، نحسوا انه تصريحاته مثلا نتاع مثلا الباجي قائد السبسي ولا الازهر العكرمي، معناها تحس فما ناس معناها تحكي عارفه شنو تقول معناها. بيان سور، ما قلت لك انا راهو النقطه الثانيه زوز حوايج. باهي يجب توفروا في الهيئه السياسيه اللي تحب تتقدم ولا تحب تفرض روحها في الساحه السياسيه، زوز حوايج. البرنامج طبعا، البرنامج يجب ان يكون مطابقا للمرحله، مش برنامج مثالي معلق في الهواء، والاستعداد لمسك بالسلطه. هم عندهم استعداد لمسك بالسلطه. باهي مي ان يبا اون ايماجيناسيون. باهي خلينا نقول للجبهه تاو، الجبهه عندها برنامج مثالي، معناها جبهه شعبيه 14 جنوي. لا هو والله تسميتها بالجبهه معناها مثلا مبالغ فيها، معناها ستانيك سي دوزيل. معناها جبهه، شوف باش نحكيو على جبهه بالمفهوم الكلاسيك، مفهوم سياسي كلاسيك للكلمه. باهي الجبهه هي برنامج موحد وقيادة موحدة. هذه ما ثمش داكورد، ثم تصورات عامة وتصورات متضاربة ومتباعدة، وثم رصيد كبير من عدم الثقة بين المكونات هذه. أنا نعرفه لأني ما نعرفه الكل، نعرفه الكل، هنا ما في الأخر باش يعملوا قائمة موحدة ولا ما عنده حتى معنى هذه تعمل قائمة موحدة. أولا هذا غير مضمون، لانه الناس نجموا يختلفوا في عنصر في قائمه تحو يمشيوا زوز قوائم، هذه شفناها حتى صحيح. في بعض النقابات وفي الانتخابات في الاتحاد العام توصل الشغل، حيث انه العباد لم يستطيعوا ان يتوافقوا في العديد من الاماكن وفي العديد من القطاعات حول قائمه موحده، وطلعت قوائم التابعه للحزب الحاكم. باهي دونك ما ثماش ضمان الوحده. يا سيدي بالخبره والتجربه، لا يمكن الخبره السياسه هي علم، هي السياسه هي علم الممكن ولا في فن التصرف الممكن. فهمتني؟ ما ثماش لو فرض، ما ثماش افتراضات، ثم قياده موحده وثم برنامج موحد ولا لا؟ لأن القيادة الموحدة والبرنامج الموحد تتجاوز أعلى الأمراض متاع الزعامتين، تخلق ثقافة العمل بمرجعية مؤسساتية، يولي بومبر تكون في القائمة هذيك هو يمثل، لأنه يمثل البرنامج ولأنه يعود بالنظر إلى قيادة موجودة. باهي دونك اللي ما ثماش القيادة وما ثماش البرنامج، فإنه لا ضمان باش نوصلوا، لانه الانتخابات مش هدف في ذاتها، الهدف هو الوصول الى سلطه. باهي واحد معناها يلزم نحن نحطوا السلطه كاوبجيكتيف، كهدف مباشر ومعلن للجماهير للناس. لا تخفي هذه المنطقه المطلبيه والاحتجاجيه، ونحن تو قوه احتجاج، هذا ما شكل تو بعد 14 جام حاجتين ينشكلوا هيئه سياسيه سماها ما شئت، جبهه، ائتلاف، تحالف، سميه ما شئت، فيه قياده موحده، قياده بالمفهوم المركزي والجهوي والمحلي والى اخره. باه وفيها برنامج موحد، على الاقل برنامج مرحلي، برنامج انتقالي موحد اكوردو، وتعلن
تعلن أنها تستهدف السلطة مش تستهدف تحسين شروط النظام، لأنه هذا مش دورها يا جماعه ومش دور قيادة سياسية يسارية اليوم. ها يا إن مش نبقى وندوره في نفس المشهد القديم بعناوين جديدة. ها معناها مشهد الجروب سكول، المجموعات اللي تتقارب وتتنافر فهمتني ولا كلمة الإلكترون، ها حسب الأنية وحسب الظروف وحسب النزاعات الشخصية وحسب في ابتعاد كامل وفي تنائي كامل على المنطق العلمي الموضوعي للممارسة السياسية اللي تنجم معناها نوصله هنا اليسار. هنا النقطة الأخرى أنه اليسار مشتغل، يعني المسألة مش مشهد مش أسود، أما منشغل اليسار يعني محموم بالتخيل بالإيماجيناسيون. ثم إمكانيات، ثم شبيبة، وثم مناضلين كبار ومناضلين، وثم استعداد كبير للتضحية، وثم طاقات كبيرة بتعمل موجودة. باهي هذه النقطة الثانية اللي غايبة في نداء تونس، ماهيش موجودة في موجودة, نداء. موجودة عند طيب. عند القوى اليسارية هذه ولا عند الأطراف اليسارية هذه المتشتة واللي تحاول أنها تقترب، تحاول تقترب بمنطق أمبيريكي، منطق أمبيريكي يعني منطق تجريبي مش باستراتيجية، مثلا مش استراتيجية لأنه طيب. عليه طيب. معناها عندها إمكانية إنتاج البديل الثوري موجودة، فهمتني؟ إمكانية، لأنه المسألة راهي ماهيش مشهد سياسي جاف كالح. لا، راي الحكاية مربوطة بالفنانين وبالمسرحيين وبالمبدعين وبالشبيبة وبالطلبة هذه القوى الحية في المجتمع، واللي تلقح إمكانية ولادة مجتمع جديد من رحم المجتمع. طيب باهي عبد الناصر، خلي نفتح الباب للتفاعل يعني عبر الانترنت. جاتنا مجموعة من الأسئلة. بالحسن حندوس يقول حب يعرف رايك يعني في الجدل اللي البارح معناه شفناه في لجنة الحريات في المجلس التأسيسي حول موضوع يعني حرية التعبير والإعلام والإبداع، والاقتراح متاع حركة النهضة بمعناها دسترة عدم المس بالمقدسات. ولا هو باش تفهم اللي قصور معناها في التعاطي مع الحالة الثورية عند حركة النهضة، خاصة في المجلس التأسيسي. وللأسف الشديد والله أنا معناها محبط، كنت آمل أنه يكون معناها ثم أداء أفضل من طرف حركة النهضة. يعني أنا نست تفكر في الممنوع، في المنع. باهي راهو الدستر، ما يدستر هو المباح. نحن تو خارجين معناها من أنقاض تجربة ديكتاتورية مريرة دامت عقود، ها منعت فيها الحريات وصدرت فيها الحريات العامة والفردية. أحرى أن ننظم الحريات، يعني أن ندستر، أن نقنن، أن نشرع الحرية، لا أن نضع لها ضوابط. نحن مش متفاهمين في ضوابط. ما معنى المقدس؟ ما معنى أنا هو المقدس هذا؟ الخلق الحميدة، فما حديث عن معناها عدم المس بالخلق الحميدة بشي والي في ما معنى الخلق الحميد؟ هل أنه الاعتداء على بشر يمشي في الطريق العام هذا اعتداء على خلق الحميدة؟ وهذا بشر إنسان ولا إنسان يعوم في بحر مثلا كتعتدي، هل هو هل يمكن تصنيفه في ترم؟ يعني هذه مفاهيم فضفضة لا يمكن ضبطها. باهي يعني وهذه الحكاية راهي مش معناها ما نعرفش أنا ما نجموش، راهو ما احناش معزولين على العالم وعلى تجارب الأمم والشعوب الأخرى، فهمتني؟ وما احناش معزولين زادة على السياقات العلمية اللي تنتج معناها الدسترة والدساتير ثم علماء وخبراء وفنيين في المسألة. الحكاية مش بسيطة. لو نجي أنا نعمل معناها نقيدوا الحرية ما عندوش حتى معنى. باهي عندنا السؤال الآخر من سلاح الدين كشك، يقول لك اللي شباب تونس يحب ياخذ السلطة، هل أنه معناها فما استعداد معناها يواجه الرغبة نتاع الشباب هذايا باش يخليه الشباب معناها ياخذ بزمام الأمور يوصل للسلطة، ولا أنه فما باش تصير ثورة جديدة، فما معناها بوادر نتاع ثورة جديدة باش يقودها الشباب باش معناها يعمل الثورة الحقيقية؟ هو قالوا نحن مازلنا في ثورة جديدة، تو ما خدمتش الثورة التونسية. مازلنا أنا أعتقد أنه مازال الثورة متواصلة، يعني لم تنتهي ولم تتوقف. في كل المستويات. واحد اثنين، نعتقد أن الثورة هذه هي ثورة شباب، ثم محاولات السطو عليها من طرف هذه كانت خلنا في السكونة بالمغولية جينيريشن جاب، يعني في منطق صراع الأجيال. هي ثورة شباب، ممكن تكون كثورة شباب، وعلى الشباب أن يعززوا ثورتهم، وعلى الشباب أن يتصدروا المشهد
من خلال الإبداع، من خلال الجرأة على اقتحام الواقع وعلى توسيع رقعة الفعل داخل هذا الواقع. ما زلنا بصدد الثورة، لم تتوقف الثورة، ما زلنا بصدد الثورة، والثورة معناها موجودة في المجتمع. ما وقع في صفاقس وما يقع في كل مدن البلاد، ما وقع في سيدي بوزيد هو ثورة. الثورة هي فعل يومي وهي تفكير يومي. لابد من أولا لابد أن نعملوا الريكاب، لازمنا نعملوا تقييم على الأقل آني حتى ولو بعجالة لما وقع منذ ما قبل 14 جانفي، من 17 ديسمبر حتى القسمة 1 قسمة 2، مساهمة الشبيبة في المسار هذا، في المسار بعناوينه معناها سياسية قسمة 1 قسمة 2 ولي ديفايونس. لازم نركب وين كان ثم غياب نتاع رؤية استراتيجية، وين كان ثم فتح نتاع ديفاي نتاع يعني نتاع مخارج ولا نتاع انفلاتات ولا انفلات المسار على إرادة الشبيبة اللي فعلت واللي نظمت واللي عملت واللي ضحت واللي توجدت واللي اعتصمت واللي آخر. طيب باهي، خلينا نتعداو للسؤال اللي بعده عن مهدي بن جمعة. يقول معناها وقتاش معناها نشوفوا الحوارات جدية باش نشوفوا اليسار موحد لخلق معناها حزب كبير متاع اليسار الكل، ونقطعوا مع اللي سماه معناها الفريلانس السياسي، الخدمة القاعدة تصير تو اي خدمة الجروج. هو مهدي صديقي ورفيقي، معناها مسكون بال قال لك مبروك على فكرة يبارك لك مسكون بالحكاية هذه منذ أن كنا معنا طلبة في الجامعة. كنا نخمو كان هجسنا المسألة هذه. ما هدي حاب يقول له حاجة اللي ما ثماش مقترحات جدية. هو شنو هو ثم معناها ثم مادة عمل وثم برنامج عمل وثم العمل. ما هي دونك اللي غايب شنو الفريلانس في الحكاية، أنه ثم العمل ومادة العمل غير واضحة. ما سمش برنامج عمل، مشكلة ما سمش برنامج عمل. يعني أنا في نقاش مع العديد من الرفاق والأصدقاء في كافة التشكيلات ومكونات اليسار، اقترحت منذ أكثر من سنة، اقترحنا أن نعملوا تمشي برنامج نقاش لمدة 6 أشهر. ناخذوا كل شهر ونص فستة أشهر ناخذ موضوع، موضوع مثلا نطرح برنامج سياسي في نظام طبيعة النظام والسلطة فهمتني، ناخذ معناه محور سياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي، محور ثقافي، محور حول مسألة فلاحية في البلاد لأنه يعني، ومحور حول التنمية بصفة عامة أكوردو، ويصير نقاش غير مركزي. يعني يصير نقاش في العاصمة وفي بقية مدن البلاد وين ثم إمكانات مطروحة للنقاش. النقاش هذا يكون يعني يكون نقاش موثق، وكل نقاش في كل مادة في كل محور يوثق ويخرج بتوصيات. وين وصل المقترح هذا؟ لا هو لا معناها لا حياة لمن تنادي، لأن يعني الناس معناها محكومة بمنطقة الزعامتية ومنطقة الفئوية الطائفية الضيقة السياسية اللي هي طاغية على الفهم الواسع وعلى تقدير خطورة المرحلة اليوم. فهمتني؟ أنا نتصور أنه في 6 أشهر وما زلت الإمكانية موجودة. إذا كان في 6 أشهر نعملوا التمشي هذا، نخرجوا بجملة من التوصيات نجم تكون نواة متاع برنامج، يتشكل برنامج على أرضية النقاش هذاك اللي هو نقاش واسع ومشترك وما فيهش معناها مصادرات على انتماءات الناس ولا على 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 توجهاتهم ولا على انتماءاتهم. فهمتني؟ ما عدا القطيعة مع النظام السابق والانضباط ولا الالتزام بلوتو بالدولة مدنية تقدمية شعبية تسعى إلى تحقيق معناها الرفاه للمجتمع هذا وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ما عدا هذا يكون شابو، معناها يكون الإطار العام. ما عدا هذا النقاش يوثق والتوصيات تتحول إلى مادة عمل، تتحول إلى برنامج وإلى نواة برنامج تتكون حولها قيادة. فهمتني؟ بالتوافق ولا بالتصويت، وانا نفضل ان تكون بالتصويت، تكون حولها قياده نتاع كفاءات معناها شبابيه وكفاءات مناضله من داخل هالنيواج هذا نتاع اليسار. وقتها نجم نفكروا شو التنظيم ولا الهيئه السياسيه اللي مش تعبر ومش تكون
هي القيادة ولا هي الطليعة نتاع المسار الجديد ممكن يقول لك كيفاش تكون. طيب باهي خلينا نختموا بالسؤال الاخراني من عند سامي زيفي، يحب يعرف هل انه عبد الناصر العويني باش يقعد مستقل ولا باش يدخل في واحد من الاحزاب قبل الانتخابات القادمه؟ ولا اولا انا مش مستقل، انا انتمي الى اليسار التونسي، معناها وانا في جوهري وطني ديمقراطي. اي دونك انا بطبيعتي مانيش مستقل ومانيش منتمي عضويا الى اي هيئه سياسيه موجوده في البلاد، فهمتني؟ انا يساري مستقل. هل انت معني باللي باش يصير غدوه مثلا في نزل افريقيا حركه الوطنيين الديمقراطيين؟ اكيد معني، لا اكيد انا معني بكل ما يحدث في وكل ما يتعلق باليسار، معني انا معني، وانا معناها ديما نتعامل بشكل نقدي بناء وايجابي مع الظواهر هذه. انا لا ابخس الناس حقوق، وثم مجهودات قاعده تبذل. بون انا نتصور انه ثم قصور في التخيل وفي التصور، ثم قصور كبير، ونتصور انه حل الحوانت على بعضها ما يؤديش الى 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 ان نعملوا انجيو، فهمتني؟ لانه اذا كنت تحب تنازل سياسيا مستقبلا يلزمك تعمل بنيه كبيره، جروند انتربريز بوليتيك. باهي دونك كل الظواهر الايجابيه وكل العمليات والمجهودات الايجابيه انا ندعمها ونتعامل معها بشكل نقدي في اتجاه ان تتوفر الظروف، لانه نحن نمنو بانه اراده الانسان معناها رولاتيف، يعني مناسبة بالوضع العام وبالحالة العامة الموجودة في البلاد. طيب عبد الناصر العويني، خلنا منحلك كلمة الختام، شنو هي الكلمة تحب توجهها سواء للمواطنين أو للسياسيين ولا للحكومة في ختام هالحوار هذا؟ والله شو أقول لك، أنا